بريكات إلى مقام ولي أمر المسلمين السيد علي الخامنائي دام ظله، وإلى الفقهاء والمراجع العظام، وإليكم جميعا بمناسبة ذكرى ميلاد سبط الرسول ونجل الطهر البتول الإمام الحسن بن علي المجتبى عليه السلام. ونسأل الله العلي القدير أن يعيد علينا هذه المناسبة ونحن منتصرين لا فاقدين ولا مفقودين. خير ما نبدأ به حفلنا هذا تلاوة عطرة من القرآن الكريم يتلوها السيد عباس السيد نعمة، نستقبله بالصلاة على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صاد والقرآن ذي بل الذين كفروا في عزة وشقاق، كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص. وعجبوا أن جاءهم منذر منهم، وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. أأنزل عليه الذكر من بيننا، بل هم في شك، بل لما يذوقوا عذاب. أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب؟ أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب؟
جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار أحسنت وبارك الله فيك وطيب الله أنفاسك. روى المفضل عن الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام عن أبيه عن جده أن الحسن بن علي بن أبي طالب عليه السلام كان أعبد الناس في زمانه وأزهدهم وأفضلهم، وكان إذا حج حج ماشيا وربما مشى حافيا، وكان إذا ذكر الموت بكى، وإذا ذكر القبر بكى، وإذا ذكر البعث والنشور بكى، وإذا ذكر الممر على الصراط بكى، وإذا ذكر العرض على الله تعالى ذكره شهق شهقة يغشى عليه منها، وكان إذا قام في صلاته ترتعد فرائصه بين يديه عز وجل، وكان إذا ذكر الجنة والنار اضطرب اضطراب السليم،
وسأل الله الجنة وتعوذ به من النار، وكان لا يقرأ من كتاب الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إلا قال لبيك اللهم لبيك، ولم ير في شيء من أحواله إلا ذاكرا لله سبحانه، وكان أصدق الناس لهجة وأفصحهم منطقا. الفقرة الأولى يشد الأسلوب في أجمل معاني ويثري الكلمة بأجمل وأروع أسلوب، حضور إثراء وتعزيز وتفاني يوصل فكرة وغاية المطلوب، محاضرات قيمة ونوع ثاني حوى معرفة الكاتب والمكتوب، ألف أهله وألف مرحب يا سيدنا هاني، فكر راقي وشخص بالفطرة محبوب. نستقبل السيد هاني بالصلاة على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم الأبدي على أعدائهم من الآن لقيام يوم الدين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أبارك لكم هذه الذكرى العطرة، ذكرى مولد السبط الأول الإمام أبي محمد الحسن المجتبى سلام الله عليه، وأسأل الله سبحانه وتعالى بحقه وحق جده وأبيه وأمه وأخيه أن يفرج عنا وعنكم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر وهو أقرب من ذلك يا كريم، وأن يجعلنا ممن يسيرون في خطاه ويكونون من السائرين في ركبه والملتحقين بركبه. الإمام المجتبى سلام الله عليه صاحب هذه الليلة، هذا الإمام الذي أفرح قلب الرسول صلى الله عليه وآله بمولده، الإمام أول ثمرة للزواج المبارك إلى الإمام أمير المؤمنين عليه السلام والسيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها، أفرح قلب البيت النبوي. هذا الإمام الذي يعتقد البعض أنه مختلف الأسلوب عن الإمام الحسين سلام الله عليه، وفي الحقيقة هو غير ذلك، بل بالعكس الإمام الحسن كان هو المؤسس إلى الخط الثوري للإمام الحسين سلام الله عليه، بل هما مدرسة واحدة. الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم يقول الإمام الحسن أو الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا، هما يعني في منهج واحد، في خط واحد، في خندق واحد. الآن اختلف الأسلوب باختلاف الظروف، هذا لا يعني اختلاف المنهج. نعم كانت الأجواء في عصر الإمام وعهد الإمام الحسن عليه السلام تحتم عليه أن يتخذ أسلوب الصلح، ولو كان هو في عهد الإمام الحسين لكان أخذ منهج الثورة بلا شك. الإمام أراد أن يحارب طبعا باعتبار أنه هذا موضوعنا في هذه الليلة عن الوهم أو صناعة الوهم، ونخلين الإرهاب مثال إلى ذلك. الإمام سلام الله عليه كان يحارب صناعة الوهم الذي أراد معاوية أن يثبتها في المجتمع المسلم. شلون؟ معاوية أول من سن صناعة الأوهام عبر سنه إلى
سب أمير المؤمنين سلام الله عليه على منابر المسلمين لمدة 80 سنة. أول من سن هذا النوع من الوهن، شنو هذا النوع؟ النوع الذي حينما يجلس طفل صغير تحت منبر المسلمين، تحت منابر المسلمين، ويسمع سب هذا الرجل، يعتقد أن هذا الرجل هو عدو للمسلمين، ليس أحد خلفاء المسلمين، وليس أحد من قام عليهم الإسلام. وحينما تأتي أنت لكي تقنعه بخلاف ذلك، يقول إذن لماذا يسب على منابر المسلمين؟ فيعيش هذا الوهم الذي يقول أن علي أو أبو تراب أحد أعداء الإسلام، أحد أعداء الدين، هو وأولاده، هو ومن يمشي في خطه، هو وشيعته. فأول من سن صناعة الوهم هو معاوية. الوهم ما هو؟ الوهم هو عدم الحقيقة، عدم الحقيقة أو تغير غير الحقيقة، تغير الحقيقة. وعادة ما تختفي الحقيقة عبر صناعة أمر يجعل الوهم متحرك بشكل كبير في أوساط الناس. شنو هذا الأمر أيها الأحبة؟ ما يتغذى الوهم إلا على الخوف، والخوف فقط. لذلك إذا أردت أن يكون الوهم موجود في أي مجتمع، لابد أن أبث فيه المخاوف، لابد أن أجعل هذا المجتمع خائف. وحينما يخاف يصدق كل شيء. أنت الآن ممكن أنك تقول في عقلك وفي تفكيرك الآن، أيمكن أن واحد يعرف علي عليه السلام يكرهه؟ هل ممكن أن علي يكره؟ هل ممكن أن علي يكون في هذا المستوى؟ علي الذي ولد في جوف الكعبة، الذي توفي في جوف المسجد، الذي استشهد في جوف المسجد، هذا عدو الإسلام. أنت ما تقدر تتصور مثل هذا التصور، لأن كأنما هنالك ضدين يختلجان ويتهاوشون داخل عقلك. هذا الأمرين ما يصير، كأنك تقول الليل والنهار في مكان واحد، في زمن واحد، في وقت واحد، أن فلان موجود وغير موجود في نفس الوقت وفي نفس المكان وفي نفس الحالة. هذا الذي يغذيه الوهم إلى الناس. أفضل ما يجعل الناس يصدقون أي نوع من الأوهام هو أن يعيشوا الخوف. خلني أضرب لكم مثال عشان يصير الأمر واضح. سابقا أيام الأول أجدادنا وأجداد أجدادنا، أيام ما كان موجود في أي إنارة، ما موجود كهرباء، موجود حقول واسعة من المزارع. وهذا الرجل لما يروح إلى المزرعة بالليل عشان يروي الزرع، يسمع صوت حفيف نخل ما شابه، لأن الجو يساعد على الخوف، ظلام وصوت وماكو أحد. شنو اللي يجي في التفكير؟ أن هذا الصوت، العقل يقول ماكو سبب إلا بمسبب، هذا الصوت أكيد وراه سبب. الآن أنا عشان أقنع نفسي، شنو هذا السبب؟ أروح أخترع شخصية، وهذه الشخصية أرميها على الجان، لأن الجان ما يرون، وأعتبر أن هذا هو أحد الجان الذي جاء ليخيفني. ولما جاء ليخيفني وجيت أنا أتكلم إلى الناس أمس بالليل في الظلام في كذا، وأعطيتكم الأجواء كامل، ولما أنت عشت الجو كامل في الظلمة، وتعرضت أنا مثلا إلى مثل هذه الحالة ومثل هذا المكان المظلم المخيف المليء بالأشجار بالأصوات الغير مسببة، أصدق هذا الكلام. شنو اللي خلاني أصدق؟ خوفي.
لأن خوفي يقول إليك ماكو شيء بدون سبب. فإذا هذا هو السبب الجني اللي اسمه سويتشن اللي اسمه كذا اللي اسمه اللي اسمه يمكن يشارك في زين جويل سويتشن في نفس الوقت زين. بس هل أحد من الناس شاف هذا الجني هذا؟ ما أسمعت أن فيك أي مكان من الأماكن اللي رحتها وسألت كبار القوم وقالوا أن في واحد شاف فلان شافه. هذا فلان من ما تدري؟ أو فلان هذا اللي شافه لما تسأل يقول أنا بعد ما شفت فلان شافه وفلان شافه. هو القضية أنه أصلا مو موجود، ولكن خوف الناس في ذاك الوقت أوجده. أجيب مثال ثاني. أنتوا هذا المثال ضربته في أحد الليالي لما كنا نتكلم الظاهر عن كمائن الشيطان. قلنا أن الشيطان يستغل أوهام الناس، القوى الوهمية الموجودة عند الناس. شلون يستغلها؟ عندنا مثلا إذا واحد توفي بالليل يستحب أن تؤخر جنازته إلى النهار، ولما تؤخر جنازته إلى النهار يستحب أن يجلس أحد من المؤمنين وياه. طبعا الأول ماكو ثلاجات يخلونه في الثلاجة إلى النهار، لا، يجلس واحد وياه من المؤمنين يقرأ عند رأسه القرآن إلى النهار. كثير من القصص سمعناها أن هذا المؤمن لما جلس عند هذا الرجل المتوفى وقرأ القرآن دبت الروح مرة أخرى في هذا المتوفى، وجاء يقول لا ما مات، تعالوا تأكدوا يمكن ما مات، يمكن 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 يمكن. طبعا هو ميت، لكن الخوف من الجلوس مع الميت حركه، خلى هذا الميت يتحرك، يوصل الخوف إلى درجة يخلي الميت يتحرك، يخلي الميت يرد يعيش مرة ثانية. هذا الذي يعتمد عليه كل من أراد أن يبث وهما من الأوهام في المجتمع، لابد أن يعيش هذا المجتمع الخوف لكي أبث أوهامي كما أريد. وهذا اللي تعتمد عليه كل الحركات الإرهابية، لازم أخوفكم مني، لأنك إذا خفت من عندي الصوت اللي يزعجني وصادر من عندك راح يسكت، وأنا ما أريد أسمع هذا الصوت، فلازم أخوفك. وشلون أخوفك؟ لازم أراويك سلطتي، غضبي، فرعنتي، طريقتي في القتل، طريقتي في إنهاء حياة الناس. وهذا اللي قاعدين يسوونه كل من يشتغلون في هذا الإطار. وانتون جايين تشوفون أنه الأمر إذا كان واحد مثلا هذه داعش سوت كثير من الأعدامات، ليش يحتاج إلى أن يصور طريقة الأعدام بأحدث التقنيات بأحدث الطرق من جميع الزوايا؟ ليش يحتاج أنه يبث طريقة الأعدام بهذه الطريقة؟ ليش يريد أن الناس تعرف أن بهذه الطريقة أنا أعاقب من يعترضني؟ ليش؟ أنت تفكر وماكو إلا نتيجة واحدة، أنه يريدك أن تعيش الخوف منه، ولما تعيش الخوف منه هو يقدر أن ينفخ روحك كما هو يريد. ليش؟ إذا كنتون أنتون خلافة على منهاج النبوة، لماذا لا تقومون كما قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما كان يصدر أمره بإعدام أحدهم؟ كان يعدم بالسيف. زين منتون خلاف على منهاج النبوة في كل شيء، لماذا لا تعدمون بالسيف كما أعدم الرسول؟ القضية أنه يريدك أن تعيش الخوف، ولما يتمكن من أن يجعل الخوف حليفك بعدين يقدر يسيطر عليك، ولما يقدر يسيطر عليك يقدر أنه يتحكم فيك كما يريد. الآن
ماذا يساعد على انتشار الوهم؟ أول شيء يساعد على انتشار الوهم هو هو الجهل. هم يتغذون ويعيشون ويتربربون ويتربون وينبتون وتنبت أفكارهم في المجتمع الجاهل. في المجتمع الجاهل الغير متعلم تتحرك هذه الأفكار وتنتقل هذه الأفكار وتصير إليها حضور حتى وإن كانت في ضد بعض الثوابت العقلية. عندنا ثابت عقلي مثلا 1+1=2، هذه من أيام النبي آدم إلى أيامنا إلى المستقبل البعيد. 1+1=2، 2 هو الناتج لهذه العملية. إذا هم شافوا الخوف موجود والجهل موجود يقدرون أنهم يقنعون الناس أن 1+1=90 عادي، ما حتى هي ثابت العقلي إلا ما يمكن أن ما يحتاج الوحي يتعلمه من الخارج، العقلي يصل إليه بصورة سهلة، ولكن هم أيضا يعتمدون على الجهل. فكلما كان الجهل موجود في أي مجتمع من المجتمعات، مجتمعاتنا إحنا ومجتمعات اللي هم يستهدفونها أو أي مكان، إذا كان الجهل موجود أصبح الإرهاب موجود، أصبح الوهم موجود. أما إذا كان الجهل معدوم أصبح من الصعب أن تنتشر مثل هذه الأوهام. 2، عدم المسؤولية. من الأمور اللي تساعد على انتشار الأوهام عدم المسؤولية، إن أنا أكون غير مسؤول لا عن تصرفاتي ولا عن هذا المجتمع وما يحصل في هذا المجتمع. عندما أرفع يدي عن هذا المجتمع وأرفع يدي عن تصرفاتي ممكن عن إلى أي وهم أن ينتشر. إذا أنا ما كنت مسؤول وأنت ما كنت مسؤول، هذا المجتمع من يتولاه؟ إذا لم أحترق أنا ولم تحترق أنت، من ينير العالم؟ شلون هذا العالم راح يتنور إذا ما تحركت أنا وتحركت أنت؟ إذا ما تحملت أنا مسؤوليتي بالجزئية اللي مناطة بي باعتباري أنا جزء من المجتمع، وأنت ما تحركت باعتبارك جزء من المجتمع وذاك ما تحرك، هذا المجتمع ممكن أنه يتخلف يتراجع تنتشر فيه الأوهام. لكن المجتمع اللي هو مثل مجتمعكم بارك الله فيكم، المجتمع الذي ينتشر فيه تنتشر فيه المسؤولية، كل واحد يحس أن أنا لي حضور وأنا مسؤول عن هذا المجتمع، يصير منفتح، يصير العلم موجود فيه، يصير الثقافة موجودة فيه، تنتهي الأوهام. أيضا يساعد على انتشار الوهم استباق الأخبار. في البعض عنده، أعتقد أن هذا شيء يأثر على داخليا، أنه لابد يصير أول واحد ينشر الخبر. ما أتكلم عن الصحفيين أنا. يصير عنده رغبة بأنه أنا الذي نشرت، أنا الذي كنت الأول، أنا اللي قلت لفلان، أنا اللي أنا أعرف. مع أن في النهاية أنت ما تحس أنه فيه هنالك يعني فائدة من وراء هذا، خصوصا الأخبار التي تمس هدوء المجتمع. إذا أنا جيت ونشرت وهم يعتمدون على ذلك، الحين هم ما يعتمدون على وسائل الإعلامية، الوسائط الإعلامية في نشر ما يقومون به، يعتمدون على أن إحنا، أنا بصير إعلامي عن داعش وأي شيء يسوونه راح أنشره في كل الجروبات اللي أنا مشترك فيها. أنا صرت واحد ممن يساعد في انتشار هذه الأخبار. الآن تفجير الكويت، بالله عليكم اللي صار، كل واحد منكم كم مرة وصلك الخبر؟ مرة واحدة لو 90 مرة. احنا بنعتمد على الوسط وخلاص.
الأمر يخليك تفكر. بعض الصور اللي في بعض الأحيان تكون مو مناسب أنك أنت تنشرها، يصير كأن ماكو حرمة إلى الميت، وش ينشر؟ وماكو أمر يوقفني. هذا الأمر في حد ذاته ممكن أن يساعد في انتشار الوهم. كيف نحارب الوهم الآن؟ قلنا أن الوهم ينتشر في المجتمع الجاهل الذي لا يعير اهتماما للعلم، فلذلك احنا وأهل البيت عليهم السلام دائما ما كان يحثون على التعلم، تعلم وتعلم 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 وتعلم. وأي مؤسسة أيها الأحبة، أي مؤسسة أخذت على عاتقها، وأي مجموعة من الشباب أخذوا على عاتقهم أنهم يعلمون، يجب أن تدعم هذه المؤسسة ويجب أن يدعمون هؤلاء الشباب. التعليم الموجود في المنطقة هذا لابد أن يدعم بشكل كبير. أنا إذا كنت جزء من هذا المجتمع راح أدعمه، إما أكون مدرس فيه، إذا ما كنت ما أقدر أدرس ممكن أدعمه ماليا، ما أقدر أدرس وما أقدر أدعمه ماليا أدعمه بالحضور، أجي أعمل بيدي. ماكو واحد يقدر يقول إن أنا ما أقدر أدعم التعليم. ممكن لهذه المجموعة التي تقوم وتأخذ على عاتقها عملية التعليم إن مو تصير بس مجموعة بسيطة أو تحمل هم بسيط، لا، ممكن أنها توفر طريقة وطرق في التعلم ومعلومات أكثر مما يستطيع أي إنسان يحصل في أي مكان ثاني. فتعلموا تعلموا تعلموا. حضورك في المأتم دليل على رغبتك في التعلم، وحاول أنك أنت تتعلم من المصدر الصافي بالطريقة الصحيحة. لا تعطي المجال إلى الأفكار المنحرفة الغير موزونة أنها تشاغب عقلك وتخلط عليك الأمور. أنت لابد عليك أن تتعلم وتتعلم وتعلم. أمير المؤمنين يقول من تساوى يومه فهو مغبون. لا تخلي أمس مثل اليوم، لابد في كل يوم تضاف إليك معلومة جديدة. اثنين، ارتبط بالله سبحانه وتعالى. أيها الأحبة، الآن احنا اذا تعلمنا من المنبع الصافي، تعلمنا التعاليم الدينيه الصحيحه، شو بتقول لنا التعاليم الدينيه؟ تقول الينا ان هذه الدنيا دار ممر والاخره دار مقر. اذا كان الامر بهذه الطريقه وانا مغادر الدنيا مغادرها، كل نفس ذائقه الموت، كلنا سوف نذوق هذا الامر، سنشرب من هذا الكاس. إذا كان الأمر بهذه الطريقة، فإذا كان الموت راح أذوقه في كل الأحوال، مت بالسيف، مت بغير السيف، مت بموت الفراش، بالمرض، بأي شيء، مو مهم، الموت قنطرة، الموت قنطرة. وإذا كان الأمر هو الذي يخيف، هم يخيفونكم ويخيفونا بالموت، شنو مولاي؟ احنا ابناء المدرسة التي تقول الموت لنا عادة وكرامتنا، القتل لنا عادة وكرامتنا من الله الشهادة. الامام الحسين يقول لذلك الطاغية بالموت تخوفني. تخوفني بشنو؟ خوفني بشي ثاني، أهم شيء عندي أنا ديني، إذا سلم ديني لا أبالي. وقعنا على الموت أم وقع الموت علينا، هو مهم. وارتبط بأهل البيت عليهم السلام ارتباط واعي، ارتباط خدمة، ارتباط تمسك بهذا الخط، لأنه كلما مشى الزمان تأكدنا وتأكدنا أننا على الحق، وأن ارتباطنا بأهل البيت عليهم السلام ارتباط حقيقي وارتباط واعي، وأن هذا الخط هو حقا خط الله سبحانه وتعالى. فيجب علي أن أكون حاضر في هذا الخط بكل وعي وإدراكي، وأكون أنا واحد ممن يخدم هذه المدرسة خدمة جليلة. أيها الأحبة،
للأسف هذه آخر ليلة وقف قدامكم. يعني الله يحيينا من الحين السنة الجاي وياكم. فأرجو أن أكون أنا ضيف خفيف أو كنت ضيف خفيف على قلوبكم، وعذرا على أن أنا قلت ضيف لأن أنا حسبت روحي واحد منكم، وأتمنى أن تعذروني إذا خرجت كلمة مو في مكانها، قلت شيء لازم ما أقوله أو تعرضت إلى أحد بأي شيء. الإنسان خطاء، ودائما ما إذا أخطأ يجب عليه أن يعتذر، وإذا اعتذر إلى المؤمنين فالمؤمن أهل للعذر، والعذر عند كرام القوم مقبول. فأرجوكم أن تسامحوني على أي تقصير، وأتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يجمعني وياكم إن شاء الله في خدمة الإمام الحسين سلام الله عليه وفي أي مكان ثاني. وشكرا لكم من القلب. أنا ما أدري شلون باكر بيجي وأنا ما أنا وياكم، ثقيل على قلبي. شكرا لكم من القلب، والله إني أحبكم. سبحان ربي رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الشكر الجزيل مع الدعوات الصادقة لسماحة السيد هاني المعلم على ما قدمه لنا طيلة النصف الأول من الشهر الكريم، فالسيد حفظه الله إضافة كبيرة لفعاليات مأتم المرخ في الشهر الكريم لهذا العام، حيث قدم لنا سلسلة متنوعة من المحاضرات الإسلامية والتربوية، وشكل عنصرا جاذبا للشباب من داخل وخارج القرية. فألف تحية وتقدير لك سيدنا العزيز. زين جعفر، فأقول لك طلع علي حتى ما ضرب سكنير، ما قدرت اتفاداه ودعمته. المشكلة يبي يطلعني أنا الغلطان، يقول لي أنت مجود يسار وتسوق 20، لا يكون قاعدين في فورمولا، لا والقهر ما يبي يروح المرور. يقول لي أنا فلان بن فلان أروح المرور. المهم الحين تتوقع وش أسوي؟ أروح المرور أراويهم صور الحادث، لو أقول له يدفع قيمة التصليح. جعفر هذا العدل، وش العدل هذا شو اسمه؟ والله حاله بالك كلش مو وياي ويا هالصنم اللي مجوج انه كوب ويبست في هالواتساب وطرش. الله تغربنا بهالتلفونات. الاول نقعد يا ابو عاد ضرب سوالف ونقاشات وتلفون 3-3 لا بنكشخ روحنا، قمنا نتحدى بعض في لعبه الحيه، والحين واتساب وانستغرام وسناب شات، صور لي كذي وطرش في السناب. سيد يوسف يعني قاعد اطرش في النكت، لا باقي الحين بس 30 جروب بس باقي، نسيت بعد صباح الخير ومساء الخير بعد. يعني اشياء مفيده سيد يوسف على حم في ذمتك، يعني ما تستفيد. يعني مثلا الحين في اعلان مال توظيف، اكو حتى حاطين رقم مدير توظيفك. تتصدق هالاعلانات؟ يعني شركه عالميه بتحط تلفون نقال، لا تلفون ثابت ولا ايميل ولا شيء. تدري هذا امس اتصلت فيه طلع منهم خباز مال ديرتنا. طبعا انا ما ابرئ روحي من هالموضوع لا انا ولا جعفر. اظهرت دراسه علميه حديثه تم نشرها مؤخرا من خلال الموقع الاخباري الامريكي فوكس نيوز الى نتائج خطيره ومهمه، حيث ان شبكات التواصل الاجتماعي مثل تويتر واتساب والفيسبوك وغيرها من طرق التواصل الاجتماعي تقوم برفع معدلات التوتر والإجهاد.
يعني مثل أنا، بل إنها تتسبب في فقدان الكثير من التركيز والوقت. وطبقا للجمعية الأمريكية لعلم النفس، فإن الضغوط العاطفية طارئة بشكل خاص، الغضب الذي يرتبط باستعمال وسائل التواصل الاجتماعي، من الممكن أن تسبب نوبات قلبية وانعدام في انتظام ضربات القلب وربما الموت المفاجئ. بالإضافة إلى ملاحظة عدد من الباحثين الذين قاموا بإجراء تلك الدراسة، أن 75% من البالغين الذين يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي يعانون بشدة من الإجهاد المرتفع في الرقبة ومنطقة الظهر العلوية، بالإضافة إلى شعورهم بالصداع المستمر، خاصة ممن يتابعون عبر الهاتف. الفقرة الثانية: يسامع صوت بالأفراح نازل عن إبداعه وعن إحساسه تسايل، معاك الصوت الجوهري كله، معاك المبدع الإدرازي فاضل، فاستقبلوه بالصلاة على محمد وآل محمد. ورحمة الله وبركاته، وعادنا الله وإياكم في هذه الليالي المباركة في هذا الشهر الفضيل، وتقبل الله أعمالكم وصيامكم إن شاء الله. قلبي بكم يا آل وبحبكم أنا ذايب ومتيام، ولأجلكم بين الأنام أكرم، فإذا وقفت بمدحكم أترنم، صلى الجميع على النبي وسلموا. يا بني الزهراء يا خير البشر، أنتم الفخر وفيكم مدخر، كيف لا كيف لا، والملأ الأعلى بكم يرتجي النور كليل وقمر، وإذا أسمعنا مرت بكم رددت صلوا على خير البشر. فرض من الله في القرآن أنزله، كفاكم كفاكم من عظيم الشأن، أنكم من لم يصلي عليكم شنو؟ ثاني على حب الزهراء بأعلى أصواتكم. الله
مساء الخير تطلع من هواكم، نسيم يفوح عطرة من هواكم، وتقلب في السعادة من هواكم، وما توصف شعور الأبجدية. حروف المساء طارت من يردها، تحية شوق أحيي من يردها، وروحي وياها برسل من يردها، وتظل دايم على العهد الوفية. رسالة القلب للدنيا رواها، ولكل الناس طلتها ورواها. نبع ريان مو لبنها، نبع ريان يسقيها رواها، وإلى الأحباب تتقاطر ندية. شعاع النور فايز من وصله، ومن كبر إذا شافه، وصلى على المختار من سلم وصلى ومسى للأهل بجمل تحية صلوات. إن لم تجد من يستحق ويخالى تخلقن لنفسك الأعداء، إلا لمن عاد النبي وآله. صلوا عليه جهرة وخفاء. إذا شئت في الدارين تسعد، فأكثر من الصلاة على محمد وآل محمد، وإن شئت القبول في الدعوات، فاختم بالصلاة على محمد وآل محمد، فلا صوم يصح ولا صلاة لمن ترك الصلاة على محمد. ثانيا على حب الحسن والحسين. شلون وصفك يا إمامي الحسن، وبجمالك عقلي لليوم استجن. شلون وصفك يا إمامي الحسن، وبجمالك عقلي لليوم استجن. يا اللي حبك سدادي سدادي، تبقى انت اعتمادي اعتمادي. يا اللي حبك سدادي سداد، الله تبقى انت اعتمادي اعتمادي. شلون وصفك يا إمامي الحسن، وبجمالك عقلي لليوم استجن. شلون وصفك يا إمامي الحسن، وبجمالك عقلي لليوم استجن. يا اللي دربك سدادي سدادي، تبقى انت اعتمادي اعتمادي. يا اللي حبك سدادي سيد عقيل، الله تبقى انت اعتمادي. حبك وسط قلبي ولساني بذكرك يلبي، يا معشوقي إلك حبي وربي ميزك ربي. نبع حبك وسط قلبي ولساني بذكرك يلبي، يا معشوقي إلك حبي وربي ميزك ربي وربي ميزك ربي. شلون وصفك يا إمامي الحسن،
وبجمالك عقلي لليوم استجن، شلون وصفك يا إمامي؟ هلا. وبجمالك عقلي لليوم استجن، وبجمالك عقلي وشفك للكرم معروف مثلك يا الحسن ما شاف، وعنك ما تخيب ضيوف يا كعبة وصر نبيك انطاف، وشفك للكرم معروف ومثلك يا الحسن ما شاف، وعندك ما تخيب ضيوف يا كعبة وصر نبيك انطاف، وعندك ما تخيب ضيوف يا كعبة وصر نبيك انطاف، يا كعبة وصر نبي. شلون وصفك يا إمامي الحسن، وبجمالك عقلي لليوم استجن، شلون وصفك والموالي؟ وبجمالك وبجمالك عقلي لليوم استجن، وبجمالك وشفك للكرم معروف ومثلك يا الحسن ما شوف، وعندك ما تخيب ضيوف يا كعبة وصر نبيك انطوف، يا كعبة وصر نبيك انطوف، يا كعبة وصر نبي. صلوا على محمد وآل محمد. ثانيا إذا صاين وما تعرف شنو الصوف، وأسمعك تعقر تحش الأوادم، لا تقلي تعال تفطر وياي، ما أفطر أنا بالعقرة دايم، ترى صوم الجوارح أفضل الصوم، وصفي نيتك تلقى الغنايم. ها أخوتي، ها أخوتي، ها أخوتي، ها أخوتي، ها بلد رازي، ها أخوتي، هو أخوتي، هي في الصوم نصفي النية، في الصوم نصفي. بيخلص شهر الصوم، شهر ربي تميز بالعبادة، مو بالسهر ومطالع الأفلام، وطول اليوم جابلت الوسادة، هذه الفرص حصلها ولا تضيع، هذه فوز وآمال سعادة، اللي يخسر التوبة فيه خسران، وفاز اللي حصل منه مراد. ها أخوتي، ها أخوتي، ها أخوتي، ها أخوتي، ها من يعبد ربه ما يخسر، من يعبد ومن يعبد. والشهر الصام وكفته وبلاليط، طب ما في احد الحين بلد رازي يوعان يعني ما تقوم من الفطور الا الشرب الطاف احنا هني. شهر الصام وكفته وبلاليط وكل منثوره يكفي له 100 عام، ولا قدر الهريسه وصحن الثريد، وأطباق تتصور في السناب، ولا ساق وجلي وسمبوسة أشكال. شكلي ما بخلص في التعديد لأن خب السفرة متروسة، ولا صحن المحاشي وفدة الشام. شهر الصوم كيف إيمانك يزيد وتحمل زاد، إلك من عام إلى عام. ها أخوتي، ها أخوتي، ها بالصوم نجمل دنيانا، بالصوم بالصوم نجمل، بالصوم نجمل،
بالصوم نجمل ولد ولد الذي ولد الذي ملأ الحياة بهاء وتقدست من فضله آلاء أعطى الموات وأبهر الأحياء روحا وجودا ناصعا وعطاء والحب أنهره زلالا كوثر ماذا جرى العشق يكبر من سنا خديه والضوء يزهر في رؤى عينيه والطهر يسمو في نقاه وفيه متألقا كالشعر من كفيه يسجي سحابا بالمحبة ممطرا ماذا جرى هبني سكبت له المحبة صادقا وبقيت أعلنها بصوتي ناطقا فلأنني قد ذبت فيه عاشقا والعشق أنحته بدمعي شائقا حتى غدوت إليه أرنو مبحرا ماذا جرى كم وردة في الروح تهتف يا حسن كم وردة في الروح تهتف يا حسن وغلا بالحب لا نخشى المحن رغم المخاطر والمصاعب والفتن وبرغم ما يجري على هذا الزمن في روضك المختر قلبي أزهر ماذا جرى صلوات سيد في شيء طالعني على برد السيد ماذا صاير شيء السيد سيد هذا الصغيرة كلهم سارة بس فيهم عامين بعد أول واحد عامه وأحمد وأنا وياكم كنا نصلي على محمد وآل محمد بهاليوم يا شبل الولي الكرار ايه ها خلني اسمع حلوانا هذه هلا بميلادك بهاليوم يا شبل الولي الكرار يا المجتبى وضي وجهك سطع عالكون بالانوار نطرنا الفرح وبجيتك علينا الفرح مرخط طارها اخوتها أخوتها من نورك شع الدنيا أنا من نورك من نورك من نورك شيعة علي هالليلة فرحانة بوجه الحسن نور الدنيا أنا بوجه الحسن نور الله شيعة علي هالليلة فرحانة بوجه الحسن نور الدنيا أنا بوجه الحسن أحلى قصيدة بالشعر نهدي هذا الحسن برواحنا نفدي كل فداله وأغلى ما عندي كل فداله وأغلى ما عندي كوثر عذب مولد روانا بوجه الحسن نور الدنيانا بوجه بوجه الحسن الله سبحان ربي ما نعد فضله وجه الحسن من هالشمس أحلى فاز اللي سلم فاز من صلى فاز اللي سلم
فازي من صلى وعلى النبي المختار مولانا بوجه الحسن نور الدنيانا بوجه الحسن الله أكبر أمانينا حصلناها والليلة فرحتنا وجدناها عودوا الحبايب بالنبي طه عودوا الحبايب بالنبي طه هلا باللي جاء وهنانا بوجه الحسن نور الدنيانا بوجه الحسن الله نبعث تهاني الفاطمة الزهرة ونهني فيها النبي والعترة ليلة المولد تفك هالأسرة يا الله ليلة المولد تفك هالأسرة وتزيح عنا سطوة عدانا بوجه الحسن نور الدنيانا بوجه الحسن بوجه الحسن ما يرضى النبي عنها الدواعش عصبة الإجرام تفهم منهج التكفير ما تفهم منهج الإسلام تتعدى على الأرواح في القديح والكويت وفي الدمام وإحنا ما يهزنا الخوف لو كنا حكم إعدامها أخوتها 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 نمحيها داعش نمحيها 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 داعش ما بالكون مثلاته وعدله وحكم الله وحكم الأرض لله من وعدله يا رب نشوفه قسطه عدلها أخوتها 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 ينتهي بالدولة المهدوية ينتهي بالدولة ينتهي بالدولة داعش أي إسلام عندهم هي مريج وهالهريج والخلايا النايمة ما زالت بأرض الخليج والله مو عنهم بعيدة لا يفجرون الحجيج أخوتها أخوتها داعش واجبنا نصفيها داعش داعش واجبنا يا كريم أهل الولاية يلي جودك عالسحاب مرة ينزل بالثواب ومرة ينزل بالعقاب واحنا مدينا الايادي يا الله وانت ما تغلق الباب اخوتها اخوتها والينا يا باب الرحمه والينا 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 وين العزاب العزاب وينه ها خلينا نشوف الايادي كم واحد في المرخ عازبني صافي حتى الكبار ياخذون الثالثة والرابعة بعد. وش سيد عقيل؟ الله يعطينا إن شاء الله. سيد فاضل؟ وش؟ ثانية؟ علي يا علي يا علي علي ما يرضى للعزاب تظل تظل بهموم حيرانة. ولا يرضى تذوب قلوب لنص الليل سهرانة يا رب زوج العزاب وأولهم بعد أنا كل واحد يشرع نفسه أنا وخله من علي تزهر لنصف الدين دنيانا أخوتها أخوتها والله وانا يديكم فوق يا ربي زوج كل عازب يا ربي يا ربي الحين يفتر على اللي عندهم حماس وتأييد برشلونة وريال مدريد و... لا رحنا في داهية اليوم شانك من هوات الكيف وحماسي وتعشق التأييد
ارفع ايدك ارفع ايدك احكي وياي وبايع حيدر بتأكيد علي هو اللي ظل وياك لا ميسي ولا مدريد شجع حيدرة وارسم مهارات النغم تغريدها اخوتها 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 شيل الكاس ها ها شيل الكاس شيل الكاس مركز اول يوم المحشر مركز مركز اول اخر فقره اسالكم الدعاء يا لايم يا لايم خوف لومك علي يا لايم يا لايم كلكم حافظين الله انا حب غرامي الهادي وصيه انا حب غرام الله بالنبي الهادي اشهد في السماء اسم احمد بالنبي الهادي اشهد في السماء اسم احمد في الارض محمد هو خير البريه في الارض محمد هو خير البريه يا لايم يا لايم خوف لومك هلا هلا انا حبي وغرامي الله آل النبي ساداتي بهم اختم صلاتي آل النبي ساداتي بهم اختم صلاتي فاطمة مولاتي تسبيحة القدسية فاطمة مولاتي الله حجر علي أبايع أول ولا هو رابع حجر علي أبايع أول ولا هو رابع واللي يحسب ضايع ما يمشي علي يا لايم أنا حبي وغرام الله بحراني ود بحراني حجر علي رباني خلني اسمعها بحراني ود بحراني حجر الله بحراني ود بحراني رباني اسلامي مو علماني ومعروف الهوية اسلامي مو علماني فرج عن المساجين وانصر الجعفرية فرج عن المساجين يا الله يا لايم يا لايم خوف لومك علي أنا حبي وغرامي للهادي وصية اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد قال النبي صلى الله عليه وآله لفاطمة إنك ستلدين غلاما قد هنأني به جبرائيل فلا ترضعي حتى أصير إليك قالت نعم فلما قرب وضع البتول بصبط الرسول ونجل علي الوصول دخل عليها النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وقال لها يا فاطمة طيبي نفسا وقري عينا فطوبى لك بحملك بالزكي والصبط البهي فإن جبرائيل قد هناني به وإنه أخاه الحسين سيد الشباب أهل الجنة وإن الله تعالى سيظهره لك
وإنه أميني على ديني وخازن علمي وقاضي ديني وصفوة ربي هو واخو ريحانتاي في الدنيا والآخرة. ثم قال لأسماء أم سلمة أحضرا ولادتها، فبينما هي عليها السلام جالسة لم تحس بوجع ولا ألم، وحولها نساء من أهل الجنة والبيت يضيء نورا، وقد امتلأ البيت من روائح الطيب، وإذا بها قد وضعت بالحسن أفضل سمعنا الصوت وأشنب المولد، نغم إحساس موالاته يردد، نغم شدنا مع كل كلمة عنده، وكل ما ينتهي قلنا إليه جدد. أعد يا فاضل إحساس الأهازيج، وعلى مسمعنا الأفراح عدد. الآن جمع تبرعات لأطفال اليمن الذين يعانون يوميا من القتل والتشريد، ونحن في هذا الشهر الكريم العمل فيه مضاعف، فكلنا أمل أن تكون تبرعاتكم بسخاء. الرواتب توها نازلة بعد. الفقرة الأخيرة تكريم حافظي الصلاة من قبل هيئة العدل المنتظر الإسلامية، وتكريم سماحة السيد هاني المعلم. هيئة العدل بالتفاني تنزوي، شايلة أكبر وأعز وأغلى أمانة، غصن بالطاعة والعدل يرتوي، وعندهم الأجيال محفوظة ومصانة بالرئيس السيد عمار الموسوي، بعطاء متفاني وتقدير امتهانه، ومعاه السيد حسين الموسوي ينشر التعليم بحكمة واتزانه. هذا التكريم الطلاب يحتوي الحضور والحفظ وتقدير المكانة، فليتفضل السيد حسين سيد عباس بتكريم طلبة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
أحبتي نبارك لكم هذه الليلة مولد الصبط الأول الإمام الحسن المجتبى عليه السلام. أعادنا الله وإياكم على هذه المناسبة في حال أحسن من هذا الحال. أقامت اللجنة التعليمية بهيئة العدل المنتظر دورة مكثفة لحفظ الصلاة لطلاب الصف الثالث والرابع. سيتم تكريمهم هذا اليوم، فنتمنى من سماحة السيد هاني يتفضل على المنصة، ورئيس الهيئة السيد عمار تفضلوا على المنصة، وبعد مدام هني شيخ عبد الحسين حياك شيخنا تفضلوا. ايش كرموا تكرموا بعد مرة واحدة، كلكم خير وبركة ان شاء الله. سيتم قراءة اسم الطالب، نتمنى ان اذا كان موجود ولي الامر وياه يكون يتفضل يا على من الصحة حق يتم التصوير وياه. الياس إبراهيم علي، صلوا على محمد وآل محمد. السيد هادي السيد محمود، صلوا على محمد وآل محمد. الطالب لي كرمونا، خله هني، تعال خليك هني وقف. السيد هادي السيد حبيب، صلوا على محمد وآل محمد. سيد هادي خله هني، سيد خل الطالب هني عشان نصور صورة جماعية بعدين. سيد حسين سيد مرتضى، سيد محمد السيد نبيل، سيد محمد سيد عمار، عبد الله حسن عبد الله مالك، إذا أبو موجود حيا حسن قوم خلنا نشوفه. محمود عبد الأمير، صلوا على محمد وآل محمد. سيد مهدي سيد محمد صالح، حسين عبد الحسين الغديري، سيد حسن سيد عيسى، علي جواد طاهر، سيد محمد سيد محمد جعفر سيد موسى، سيد
سيد علي السيد مهدي. سيد صارخ سيد جعفر. محمد عبد الأمير. علي أمين حميدان. السيد حسن السيد عبد الرسول. طبعا ستتواصل الدروس إن شاء الله بعد العيد وستستمر على نفس الوتيرة إن شاء الله، وشرط ذلك أن تكونوا تتعاونوا معنا بحث أبنائكم. صورة جماعية للطلبة، حياكم شباب، عاد رتبوهم، ناس واقفين ناس قاعدين على الركبة، رتبهم ميرزلين. حسن نشكر أولياء الأمور على تعاونهم ويانا، ونتمنى أن يستمر هذا التعاون، ونشكر سماحة السيد هاني والشيخ عبد الحسين. وأفلح من صلى على محمد وآل محمد. حياكم بعد ظهر، هناك تكريم للسيد. الآن تكريم السيد هاني المعلم، تسبقها كلمة قصيرة لنائب الرئيس السيد طه السيد عيسى، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. يا جماعة، في هذا العام شهر رمضان في المرخ له طابع آخر بمشاركة فضيلة السيد. حقيقة أضاف يعني نكهة جديدة إلى رمضاننا في المرخ. استفدنا كثيرا سماحة السيد في هذا الموسم. 15 يوم مضت سريعة وكانت كأنها سلة فواكه منوعة بجميع المواد وجميع الأنواع. محاضرات قيمة، الكل أثنى على هذه المحاضرات، وإحنا حقيقة في إدارة المأتم ونيابة عنكم يا أهالي المرخ نتقدم بالشكر الجزيل إلى سماحة السيد على الجهد الذي بذله أولا في اختيار المواضيع وتواصله معنا منذ فترة طويلة في اختيار هذه المواضيع، وثانيا في أضفنا العبء الكبير على السيد في تصوير الدعوات أو الإعلانات لكل ليلة، فقضى وقتا طويلا وهو أمام الكاميرا متعاونا مع الأخوان في اللجنة الإعلامية. وشعرنا من خلال المحاضرات التي ألقاها بأن يعني كما يقولون الكلام الذي يخرج من القلب يصل إلى القلب، وفعلا كلامه وصل إلى القلب. في كل محاضرة كنا نشعر بأن الكلام يخرج من القلب ويصل إلى قلوبنا. نتمنى أن
أن يكتب الله هذا العمل في ميزان حسناته، وهذا التكريم هو مجرد شيء بسيط مقابل هذا الجهد الكبير الذي بذله السيد. صلوا على محمد وآل محمد. أمال الفقرة الأخيرة هي فقرة السحوبات. رقم 105. 105. فليتفضل السيد هاني المعلم تسليم الجوائز مع رئيس المعتم السيد نزار السيد كاظم. أربعين. رقم 40. 40. ما في أحد؟ ستة وستين. صلوا على محمد وآل محمد. أربعة وأربعين. أربعة وأربعين. إبراهيم الحاج علي. مئة وثمانية وعشرين. مئة وثمانية وعشرين. مئة وأربعة وخمسين. مئة وأربعة وخمسين. سيد محمد سيد أمين. فلح من يصلي على محمد وآل محمد. 103. 103. سيد محمد سيد حمزة. 121. 121. أبو سامي. 137. 137. سيد علاء سيد خليل.